اليوم يا جماعة الخير أتوقع الله أعلم إن في أحد زعلان علينا وزعلان مو بشوي، لأن العادة تعودنا دائم نلقى العنب والموز والتفاح والدنيا دي قدامنا. اليوم لا عنب ولا تفاح ولا شيء. شكرا لله. ما ادري ايش انت لاحظ ابو عمر. شكرا لله. تسبب العجاف. يقول من الايات المعجزه قال الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها. السماوات مخلوقه بغير عمد ترونها، قالوا فيها قولين. ابغى اقنعك ان قدامك كفاك بس ما شفته. يقولون على قولين بغير عمد ترونها، يعني هل فيها اعمده الان تشوفها؟ لا للسماوات ما فيها. اظنك هذا رجل فيه موز انا ما درت عنه. اي والله هذا قول. القول الاخر اللي طبعا بحكم الاكتشافات الحديثه قالوا ان فيه اعمده حقيقيه، يقولون موجوده عباره عن قوه مغناطيسيه، يقولونها كذا تنبعث من الارض الى السماء، يعني فهي اعمده. قال في الايه بغير عمد ترونها، يعني الاعمده موجوده لكنك لا ترونها. فالتفسير الاول على انه هل ترون اعمده؟ ما في عمد ترى، ما في، وهذا من الاعجاز. وايضا من الاكتشافات الحديثه ان فيه اعمده كانه ترى، يعني منبعثه قوه مغناطيسيه. فيمكن الاخوان مستخدمين شيئا من يعني قصدك ما كلنا في الفاصل شيء والله. تصدق سني بديت احس في شيء حاسي معي ابو حسان حاسم في موز هنا ولا شيء فوق الذي خلنا نتاكد المساله يبغى لها تثبت. اي بلا لا المساله في بسهله دي. لا لا ابو عمر فعلا صادق، لا حتى لذيذ شوف ناكل منه.